مساكم الله بالخير وحلقة جديدة من برنامجنا على نار هادية. لقاءنا اليوم المفروض أنه مليء بالفن، لقاء معماري على أصوله مع اثنين من أبرز المعماريين في الكويت، الدكتور عبد المطلب البلام والأخ بشار السالم. كلاهما لهم بصمات، كلاهما لهم أدوار، كلاهما لهم جهود وبعض الآراء المثيرة للجدل أحياناً. ودنا نستفيد من خبرتكم ومعرفتكم وتساعدون الشباب في المرحلة القادمة. يعني احنا يمكن ربينا بجيل كان يعني أقصى طموح الآباء يبي ولده دكتور مهندس، ما قاعد يوفي هالشيء. وأنا بس اليوم أنا يعني قابلت مثلا وايد شباب رايحين بلاينات ثانيه، جرافيك ديزاين ومبدعين رايحين لاينات 100%. هي حرفه وهو نشاط تجاري، هي هوايه. انا اعتقد بعد في خلل كبير ومن خلال الاباء عنده طبيعي. اغلبنا احنا نعيش حاله خوف لما يتخرجون ابنائنا، يعني خايفين انهم ينخرطون في مجالات يمكن ما توفي مستقبلا معاهم. ولكن احنا ننسى ان حاله ان الدوله هي اللي راح توظف هذه ما راح تستمر. صح. يعني فانت الان خلاص نوع جديد من الانشطه، نوع جديد من الثقافه لازم تدش في والسوق يتحمل. انا اعتقد احنا نخلق السوق. انا يعني احنا دائما في جامعه الكويت يقولون من نبي نستحدث اي برنامج جديد، يقولون هل السوق يتحمل؟ انا اعتقد لا، المفروض احنا اللي نخلق السوق، احنا اللي نحاول نطور طبيعه البلد هذا. ونظريه زينه مختلفه، يعني عاده يقول لك طوع التعليم مع حاجه السوق. هي مصيبه اذا انت اعتقدت ان حاجه السوق كذي وبتطوع التعليم على 10 سنين جايه على ما يتخرج، حاجه السوق اختلفت. فمثل ما قلت ممكن عندنا مثلا انت تخلق السوق. تخصص تصميم المنتجات، هذا احنا صار لنا الحين مده طويله انا بنستحدث قسم احنا قادرين في جامعة الكويت. والسبب السوق يمكن ما يحتاج السوق الان. ندري احنا دوله صناعيه، بس تصميم المنتجات هذا انا يعني انا درسه شخصيا. كميه الالهام، كميه الافكار اللي تجيك، ويمكن انت من خلال هذا التخصص انت تقدر تبدا في نشاط. اليوم البيع كله قايم على الباكج والباكجينج وتصميمه. بالضبط. زين ابو حمد، قبل شوي وقفنا عند نقطه الابداع. اي ان وايد شباب كويتيين مبدعين وشاقين طريقهم في عالم المعمار. قبلها اشرح لي ليش مو مهندس، ليش معماري، شو الفرق بين الثنتين؟ هذا النقاش، هذه الهوشه بالتخصص. هذه هوشه وناس يزعلون فيها. المعماري يختلف عن المهندس دائما. انا طبعا اول ما رجعنا من الدراسه يسمونه مهندس، باش مهندس ازعل، كنت اخذها بحساسيه. بعدين استسلمت للواقع، بعدين قلت خلاص باش مهندس، خلاص مفهومها كذي صار. المهندس كانه مدرس عربي، المعماري شاعر. انت ممكن تصير مدرس عربي لكن مستحيل انك تكون شاعر. ما تقدر تصير شاعر، الشاعر ياتي من الاحساس. فالمعماري في شويه هندسه طبعا، في ارقام، في حسابات معينه بسيطه، لكن اكثر ينبع من الشعور. احنا نعالج الاسر، نعالج الشركات بان نوظف لهم مساحات، نصمم مبنى البيت. انت قاعد تاخذ الاحاسيس هذه كلها وتترجمها الى طابوق وخرسانه ويا رخام وخشب وغيره واضاءات. شفت الخلطه شلون؟ ايوه، تشكل هذه العمليه. فانت فيها احساس اكثر، تشعر فيها. المهندس 1+1=2، ولا يزعلون اخوان المهندسين، بالعكس احنا ما نستمع. هذا دور وهذا دور، يعني هذا دور وهذا دور. لا هم احنا عندنا هنا نقاش كبير ان من يقود العمل المعماري، من يقود المشروع، هل هو المعماري هل هو المهندس؟ احنا نقول دائما انت تروح تبي فكره ابداعيه تبدا مع المعماري. يعني انا مستحيل اقول لك والله الطوفه هذه قياسها 6x4 واحط الاطنان والحديد، لا. وين الفكره؟ الفكره تاتي من المعماري المصمم. بعدين المهندس يطوع هذه الفكره انشائيا. نعم. بحيث تكون انت قابلة الشاعر للتطبيق. انت الشاعر تحط الشعر، تقول الشعر، والمدرس يعرب ما تحته خط
يحط الخبر والمبدأ يصلح لك بس تكسر الميزان ويشرح ويحلل اللي انت سويته. فالبداية عندك يعني هذا الخلط هذا هو سبب التلوث اللي عايشين فيه بمدة تقريبا 60 سنة. اي مو بس يعني شوف بالنهاية انت محتاج المهندس ومحتاج للمصمم المعماري، ولكن انك تخلط بينهم هي هني تبدا الإشكالية الكبيرة اللي عايشها مجتمعنا حاليا. ومو بالضرورة نقول هذا اهم ولا ذاك اهم، لا اثنيناتهم مهمين، ولكن انك انت تصمم وانت ما عندك، انا توني قاعد اقول حق بشار، ما يكون عندك شهادة عمارة انا اعتبرها نصب واحتيال. ايه اعتبرها نصب واحتيال قوية هذه. يعني انت ضد انك تقوم بالتصميم وانت ما عندك شهادة 100%. طيب اللي دارس هندسة ما عنده، يعني مو دارس عمارة؟ لا من ضمن لا مناهج لا الهندسة؟ لا منهج التصميم احنا ناخذه في كل سمستر 6 وحدات، تخيل. يعني مو 3 وحدات 4 وحدات، كل سمستر ناخذ 6 وحدات تصميم. هم ياخذون فقط مادتين ومادتين تصميم تخرج، يعني احنا نسميه ثيسيس او بروجكت نهائي. لا ما لا يقارن، لا يمكن مقارنته. اي انا مداخل على موضوع المهندس والهذا، المهندس يبني ترى، لا 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 ننكر الموضوع هذا، راح يبنون مباني بس يبني. ما فيها روح. انت تبي الروح، احنا نبي الروح اليوم، تبي شعور كذي. انا اشوفك تعامل الطابوق والحديد طبعا والالمنيوم مساع كانه جسد حي. قلنا جسد حي وتطلع من نفس زين، لما اقول لك نفس، انت تروح مدينه، ليش المدينه هذه انت مرتاح نفسيا فيها؟ نفسيا مرتاح، ما قلنا هندسيا ولا معماري، نفسيا. ما نتكلم عن العماره، لان الوانها، طريقه الشوارع، الامتدادات البصريه، الكتل، من غير ما تحس فيها. اهلها سووها لما تروح ايطاليا، تروح اسبانيا، فخذت من نفسيه نمط واحد وينعكس هذا على النفسيه. المهندس يبني لك مدينه مثل احنا اليوم بالكويت والخليج وغيره، ترى احنا وايد نمط، يعني احنا وايد ناشفين جدا. انا اطلع فاصل وراح ارجع اكمل هالنقطه ومعاك ومع الدكتور عبد المطلب. خل نطلع فاصل ونكمل. ابو حمد قمت اخاف اقول لك مهندس، انا لا تزعل علي. معماري ابو خالد بشار السالم. مساع كنا نتكلم عن الروح في البناء. نعم. انا خلال ازمه كورونا، الله يفك العالم يعني منها، بلاء ابتلي العالم فيه ومضطرين نتعايش معها، اللي بيوتهم مريحه كانوا اقل كآبة صحيح من اللي بيوتهم مكتظة. صحيح. انا ما احكي عن حجم البيت ولا عدد الغرف ولا فخامة البيت بقدر صحيح. ما احكي عن الراحة، يعني تدش مكان تاخذ نفس مريح وساعات يك قامت. اي ابي منكم افادة في هالجزئية. كنا نحكي في شيء مريح نفسيا، في شيء غير مريح نفسيا. البناء انت تؤمن ان يعني انا هالبيت يكون مريح نفسيا او لا؟ طبعا طبعا. شلون؟ انت تدش مكان الحين عادي غير العماره، راح تلقى نفسك انه مرتاح في المنطقه هذه او في البيت او الغرفه هذه. صح؟ بيتكم بيتك. وفي مكان انت تحس انك كنا مكشوف، كنا في احد، كنا ما تحس في احساس. راح تلقى دائما هذا الاحساس. مشكلة البيوت اللي عانوا منها اليوم في كورونا، قلت لك أنا ما فيها روح. غرفة 4x7 أوكي مبنية ومطبخ وبعدين، بس لما تقول أنا غرفتي هذه اللي أقرأ فيها وعندي قدامي زجاج يطلع على حديقة صغيرة، وخلينا نقول للناس اللي عندها حدائق صغيرة، اللي ما عنده حديقة عندك يبقى زجاج تدخل منه إضاءة الشمس العصرية، الساعة 4 تكسر عليك الشمس وتحط لك أنت القهوة وتحط كتابك وتقرأ، غير لما تقول لك والله صار 4x4 وتلفزيون قدامي وايباد. هذه ما فيها حياه. القصه 4x4 تلفزيون ما في حياه، بس لما تتكلم نور الشمس، تهويه، عندك زراعه برا، صوت زرازير ابو خالد، الناس ما عندها حدائق تحط زرازير ما يسمعون صوت الطير اللي برا.
فشلون هم ناس تعيش وتشوف البيئه اللي حولها من اضاءه، من تهويه، من طبيعه. ان 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 تجردنا من هالقصه هذه كلها، فشلون ما تصير فيك انت كآبه وانت مجابل هالمكان هذا؟ العيوب هذه الناس حست فيها الحين بالازمه. إيه؟ بالازمه، بالحظر الكلي والحظر الجزئي والاضطرار لقضاء وقت طويل جدا داخل البيت. طبعا احنا دائما نقول ان العماره هي الجسد الثالث للانسان. ما تتفق مع قصه الروح يعني 100%. العماره الجسد روح. الاول ثياب، الجسد الثاني المبنى اللي انت عايش فيه هو جسد. فالجسد بالنهايه لازم اول شيء يحميك، هذا رقم واحد. يحميك هني هذا اي ملجا شلتر شيء يؤدي هالدور. رقم اثنين يعبر عنك انت، شنو انت، شنو شخصيتك، شنو هويتك. بالنهايه شوف البيوت القديمه بالكويت ما كانت يمكن من ناحيه احنا من ناحيه التهويه يمكن بالوقت الحالي، ولو انه سابقا كانوا ترى ما يحسون يمكن يعني ها بالحراره اللي احنا نشوفها الحين، ولكن كان بيت فعلا مثالي من ناحيه انه هو يحمي رقم واحد. رقم اثنين يعني دائما البيوت القديمه تلاقيها محاطه لمركز، فكل كل غرف تلاقيها تحيط مركز واحد. فالبيوت اللي عاده ما تلاقي فيها قلب، هذه 100% تلاقيها ما فيها روح. قلب، احنا دائما نقول قلب، مركز قلب البيت، قلب البيت هذا يعني. شوف لما وين القلب النابض في البيت بالضبط يعني وين موقعه او شلون يستوي؟ ترى هي مو بس البيت ها، لما انت فريجكم ماله قلب ها يعني ما في يعني قبل بيوت براحة. في براحه يعني مساع وحمد يقول حتى في تصميماتنا جامدين. هذا رجعني للخريطه مالت فرجان الكويت القديمة. التصوير الجوي اللي أنت يعني أديت دور كبير فيه ونبي نحكي فيه بعد شوي. لما تشوف من فوق تشوف صح كل منطقة فيها براحة، كل منطقة فيها رأس عاير، كل منطقة فيها ها في أشياء، مع أن السكيك ضيجة، البيوت صغيرة. ترى شنو افرج البيت القديم؟ 200 300 متر، 200 متر كان افرج يعني. بس هتلقى في حوش، تلقى في هذا. هذا يردني على الأمنية اللي ما حققتها. انا كنت متمني ابني بيت عربي بيوم من الايام. شنو موضوع البيت العربي؟ يعني شنو فكرة تصميمه؟ شوف انا باعتقادي يعني هو لا نقول بيت العربي، خلينا نقول هو البيت اللي فعلا يكون بالنهايه منتصفه كورت يارد ويحاط حوالينا الغرف والمساحات. نعم. انت مجرد انك انت تكون قاعد بغرفه ها وعيالك نظرك على عيالك كلهم من اي غرفه كان، من اي غرفه كان، انت تقدر تشوف شنو احوالهم، شنو انت الان انت قاعد تتحكم، انت قاعد ان كنترول احنا نسميه. انت مو قاعد على راسه ولا انت متحكم بالضبط. فيه وهو على راحته بالضبط. عينك عليه. وين بقى شيء بامكانه يناديك، وين انت بقيت من ذا شيء تقدرون تلتقون في هذا الحوش، عارف شلون؟ اي هذه قوه. والحوش كان فيه ليوان، الليوان هذا واعمده بالضبط ينقعد فيها، يعني غرفه ليوان حوش، والحوش عاده انزل عشان لو صار مطر سيل غيره ما يوصل الغرف بالضبط. وكان السطح ايضا ينامون فيه، والسطح للنوم صحيح. البيت عاده البيوت القديمه تكون احنا نسميها صممه من الخارج، انه ما في شبابيك. طبيعي عدم وجود الشبابيك الخارجيه في عده اسباب، واحد منها طبيعي احنا مجتمع محافظ، فاحنا ما نبي واحد يمر بالشارع ويطالعه. نعم. لان انت اذا ما ارتحت ها ان في احد قاعد يطالعك ولا في احد بمكان هذا السبب. وبنفس الوقت ما فقدت الشراحيه، دريشتك داخل صحيح، جنتك داخل. ايوه فانت يو ريفيرس. طبعا البيت الغربي عاده جنتك خارج، انت بالعربي لا جنتك داخليه، عارف شلون؟ الان ترى هي تنتقل مو بس على مستوى البيت، الفريج عنده براحه صحيح. شلون؟ اذا ما كان براحه كان في مسجد، المسجد ترى بالسابق ما كان بس للصلاة،
تبادل الآراء، العيون يعني أنت قبل ما في جرائد ما في ملتقى، فهو المكان الوحيد اللي تقدر تسمع موقع ويتجمعون فيه ويسألون عن بعض وأحوال بعض. حتى مدينة الكويت العودة كان لها مركز اللي هو شارع سوق التجار يعني اللي هو الآن إحنا نقول مباركية. ها كل شيء بالدنيا إذا ما كان له يعني تدرج بالمركز ما يعني أنت الحين مثلا قطعة تعيش بقطع مثلا بمدن ما تدري وين مركزها يعني اوكي فرع شنو يعني فرع؟ خدمات يعني بس ماكو مركز ماكو مركز ترى مدننا لا ما فيها مركز يقولون جمعيه جمعيه مو مركز لا مو مركز لانه لازم يكون محاط بمساحات اوسع مكان لازم للتجمع مكان للحركه البشر تطور سريع اللي جانا مع النفط هذا ترى سبب رئيسي ان احنا ضيعنا الهويه تفضل الدكتور لما قال عن المدينة وشرح وافي بين الحوش والسكة وسوق التجار أنت تيجي مرة واحدة تلغي هذا كله وهذا موضوع وأبي هو يتحكى فيه لأنه فعلا شلون تمسح مدينة كاملة ما لها هذه من الأشياء لها تاريخها وما تقدر أنت تزور عيالك لها تقول لهم ترى كنا كذي أتي حق مدينة اليوم مثل مدينة الكويت وهي تمثل مدينة حديثة مثل سائر المدن إذا تقول مركز مدينة ما عندك تروح له بسيارة إذا تقول أنت جار ما تقدر تمشي إلى جارك إذا تقول أنت خدمات أو يعني شاب مكان تقول مسجد يعني أوكي المساجد يتجمعون فيه الناس ويسولفون وهذا بس البيئة شلون صايرة نرجع مرة ثانية وين نروح روح المدينة ضاعت لأن أنت مو بس استخدامات لاحظ أنا أوكي آكل أنام أدرس أشتغل لا أنا أنام أدرس أقرأ أمارس رياضة أطبخ أسبح أسوي عندي حديقة جاردنينج أروح أمشي بالممشى قواري شوف الأشياء اللي إحنا انحرمنا منها اليوم شوف خلال فترة كورونا أنا طبيعة عملي تفرض علي أن يكون عندي ترخيص أرجع كل يوم بين 9 و10 بالليل فعادة وقت العودة إلى البيت الناس كان عندهم فسحة مشي اي ساعتين وكان منظر جميل تشوف مئات دش يعني المنطقة تشوف بشر لكن كلهم على القار على القار لا الأرصفة كافية لمشيهم ولا اكو اسلوب تظليل مثل شارع فهد السالم قديما نعم. تذكر كان صح. محلات صح. وامام كل محل مثل الليوان كأنه مستوحى من البيت العربي صح فكل المحلات اللي بيحط كرسي يقعد برا اللي بيتمشى من محل لمحل متاح هذا صحيح ظل اليوم ماكو ظل يعني حتى الضب ترى بالظهر ما يطلع يمشي بالشمس بالصيف القطاوة اشوفهم قاعدين تحت البيبان يم جحره ويرجع يعني زين فما بالك بالآدمي اكيد ما راح يقدر طبعا فاحنا فقدنا هذا القلب وبشار دائما ينقد البيت الكويتي انا اشوف إيه. انا بس اعتقد هي المشكله في مدينه مالتنا مدينه الكويتيه فعلا انا يعني اعتقد في اشكاليه الاماكن العامه إيه. من تطلع خارج سور بيتك تلوث عشوائية. تلوث بصري تقصد ولا تلوث معماري تلوث ولا صوتي تلوث لوني كل شيء كل شيء لوني يعني انت هني هو هني الخلل انت ما تقدر تتحكم باذواق الناس داخل بيوتها تبي تسوي بيت بنفسجي تبي تسوي بيت كلاسيكي اللي يبونه داخل البيت هذا ما انا بشر طبيعي هو يمكن ما يوافقني الراي هذا ولكن انا اعتقد انت بامكانك تتحكم في الاماكن العامه ارتدادات البيوت لمتى انت ما تتحكم فيها كسلطه انا اعتقد خلاص يعني جد اليوم اللي احنا ندفع انا ادري هذا شيء يمكن ما يستسيغ البعض تدفع ضريبه علشان تشوف انت فعلا ان هناك ممر من بيتك الى الفرع الى الجمعيه ممر مريح هذه كلمه محرمه الضريبه صار بالضبط هي انت احنا ترى هي يخافوا منها الناس لو يمكن ما هي مشكله بس راعي البيت هم مشكله النظام اللي أو القانون اللي لغى مكان اللي راح يعني ما تقدر تغير صحيح المدن القديمة بس مدن جديدة مدن جديدة يعني أنت بإمكانك الآن تبدأ مدينة مثالية فيها ارتدادات صحيحة فيها المواقف ما يصير أنت
توقف فوق الرصيف يعني لمتها. لا عندك اماكن قدام بيتك بس حدك يمكن 3 سيارات بس تالي تقدر تدفع ضريبه عليه. ادري يعني احنا ننتقل الى دوله يعني عصريه ودوله وانت قاعد تذمر تقول مثلا عندنا الابناء والاجيال، مو هذه لازم تتجه كله لازم تتجه الى التصحيح شمولي بالضبط. شمولي شمولي بالضبط. نطلع فاصل ابو حمد ثبت اضافتك نرجع لها الحين. محمد نسيت اضافتك؟ لا يلا حاضر الاضافه. تكمله لكلام الدكتور عن المدينه وهذا نفس الشيء تكمله لكلامنا على كمعماريين. ترى مو بس الكويت اللي فيها مشاكل خاصه في الحي والمكان كله، كل المدن العربيه. انا مره قريت مقاله في جريده الجارديان الانجليزيه كانت شنو مشاكل المدن العربيه، شوف مشاكل المدن العربيه وشنو الفرق بينها وبين المدن الاوروبيه. هم قاعد يحللون عندنا وهم اعطونا الحل او اعطونا العيب اللي فينا. حدودنا ومسؤولياتنا تنتهي عند ارضنا. ارضك انت يا بيت هذا مسؤوليتك انت مهتم فيه، حديقتك وشغلك وداخل برا مال الدوله انا ما اهتم فيه، فبالتالي يصير مكب نفايات، مكان اهمال، الدوله تسوي كل شيء. فتشوف كثير من المدن العربيه والكويت بالذات تعاني من الفرجان، تعاني من المناطق العامه، ما في اهتمام، ما في ربط انت بين بيتك وبيتك. هذه الارض ارض الدوله ترى، لو في قانون اليوم مثل اللي هو الرصيف الخارجي، الرصيف تفضل الدكتور قال ضريبه، بس مو ضريبه، تعالي برسوم. انت اليوم عندك قدامك نخل ملزوم ترى، في قانون ترى بالبلد، في قوانين للزراعه والتخضير، وملزوم تحط انت نخله وتعتني فيها او زرع او حديقه، ملزوم، مو شغله اختياريه والله انا بحط ولا لا. مر علي تصوير جوي حق مدينه جديده، الفرق بين الصورتين تقريبا 10 سنين. عشر سنين نعم. ما أذكر هذه حياة وهذه جمود. قالك الفرق إن كل بيت زرع شجرة. صحيح. فأنت تشوف المنظر من فوق مختلف تماما. طبعا. ومثل ما قلت يصير عندك بيئة وزرازير. طبعا. وجمال. طبعا بس هذه تفرض. ومسؤولية. مسؤولية. اجتماعية. صحيح. ومسؤولية على الدولة وعلى الفرد. بالضبط. شوف. يعني الحين في ترى في ناس الان يعني واحنا اعتقد داشين هالاجيال واحنا اعتقد قابلنا وايد ناس تفكر بالطريقه، احنا اعتقد وصلنا مرحله ان نبي جوده الحياه اكثر من ان البيت يكون مريح. صحيح. انا ابي اطلع برا بيتي وفعلا مثل ما قال بشار هناك تنسيق للارتدادات، هناك يعني تنسيق لمصافة السيارات الخارجية، أبي أمشي وأنا هذه جودة الحياة أو جودة المدينة إحنا بالنهاية نقول. بس مطلوب الجودة تكون واقعية. يعني مثل في حاجة ماسة لوجود مظلة للسيارة مثلاً. ما في مانع. ما في حاجة ماسة لما توصل حرارة 50 في الظل. نعم. يعني مهم يكون فيه. نعم. في حاجة ماسة للنظافة. في حاجة ماسة لمواقف السيارات، لكن تنظيميا أنت إذا حطيت الشيء بالقانون يبقى. يعني تذكر ما أدري أبو حمد أنا أكبر منك شوي فيمكن أنا أذكر أول كل بيت يبنى في الكويت بزاوية من زوايا البيت في تكرم مكان مبني بناء للقمامة. ايه اذكره عشان مشكله الفيران القطاوه. واذكر انا مثل الصندوق عدل، يعني من داخل البيت تفتح الحديد حديد اذكر نزل تكرم كيس القمامه سكر. من برا في باب يفتح كذي مسكر. فعمليا حتى يعني يمكن بس النمل اللي ممكن يتسلل بس اذا الى هذا المكان. هذه كانت فرض. صح. ملزم في كل بيت. لما صارت صناديق خارجية يك هوا تقلب. يك واحد يصفط ويحط عند بيت جارة تهاوشه. طبعا.
يك قطو ينتف اللي فيها، يك يعني مناظر بشعة غير بشاعة شكلها. طبعاً مثل هذه الأشياء ليش كانت قانون وليش اختفت؟ ما أدري، هل في تفسير لهذا؟ ما يبون مسؤولية أبو خالد، الناس ما تبي سلطة عليها أو مسؤولية تجاه بس أي شيء ثاني. كانت موجودة، كانت والناس متقبلة. إيه بس لما زاد السكان، أنت قبل كان عندك يعني كان عندك لكجر على قولتهم والرفاهية، أنك أنت دولة صغيرة عدد قليل، الأراضي كبيرة شاسعة، ما كان في الضكة هذه. اليوم أنت لو نرجع فيها شوية راح تلقى أن البيت اللي قاعد تتكلم عنه في أسرة واحدة. صحيح. اليوم البيت اللي قاعد تتكلم عنه ما في أقل من أسرتين ثلاث، هذا بيت النازل إذا مو خمسة مع الإيجارات وغيره. فهذه الخدمات زادت. لما تقول أنت هذا ما يكفي، هذا ما يكفي، هذا بتعطيك سور كامل بس يفتشتونه. إيه. بعدين أنت عندك اليوم كأنهم عصابات خطف، اللي يونك بالليل بلدية الساعة واحدة بالليل ما يمدي يطل قطة كذي إلا الثاني يعني ما يمدي عشان يروح يفتشه ويحطه، مو هذا التكنيك اللي يسوونه. فما راح تشوف أنت النزاكة هذه اللي كانت موجودة بالسابق. عنده 20 مليون بيت قدامه ما يمديهم. الله والله عاد قبل نظافة ملبسة بورسلان صح، ويرشونها يغسلونها بالأوز ولا صح. يعني صح. شوف يعني في ثقافة الحين داشة عندنا تعتقد أن الحرية المطلقة تحضر. لا هذا بالتأكيد لا. الآن التحضر مسؤولية، هو الآن أعتقد هي اللي صار، أن الناس تعتقد أن كل ما أعطيت المواطن قدام بيته يحط مظلة يحط، أنت قاعد تعطي أكثر حرية. أنت بالنهاية هذه أيضا قاعد تخل بالموازنة العامة للمدينة الناجحة. فأنا دائما أقول أن يعني هي بالنهاية يعني السلطة يجب أن ترجع مرة ثانية وتأخذ الأماكن العامة هذه وتحط قانون. نعم. تنظمها. نعم. شنو أبرز القوانين اللي نحتاجها أبو حمد عشان نصلح؟ والله أنا القوانين إذا قلتها راح يزعلون الناس. وقالك بس عشان توصل حق الباركينج اللي هو موقف سيارات تصفط داخل البيت. جيراننا في الخليج ممنوع تصفط سيارتك برا، تمشى فرجانهم ما عندك ولا مظلة واحدة. جارنا في السعودية وغيرها ممنوع. وشنو مساحات الأراضي؟ 575. أنت ويلقى مكان حق سيارتين ثلاث. طبعاً بس ليش؟ ممنوع عندك الإيجارات، ما في شقق فوق، توهم قاعد يغيرون بعض القوانين في زونز معينة. فأنت مفروض عليك السيارة تكون داخل، ما في نسبة البناء العالية. فاللي بقوله إذا بقولك شغلة، تخفيض نسبة البناء العالية. الكويت أيامك لما كنت تقول عنها هذه الشغلة اللي فيها حديدة سيارات داخل، فالسور يبين، مو مقفلين على سيائير. لا السور مبين. مبين، هي ما نشوف السور. والأرض 750 أو 1000 والبناء 350 متر فقط. وأسرة واحدة 60 متر. كمسطح دور. راح يقل غصباً علينا الأشجار. الكهرباء قاعد ترتفع. صح. والمياه. وزيادة نسبة البناء أحياناً تزيد عليك تكلفة خدمة البيت، تنظيفة، تكييفة. لكن هم بعضهم يقول لك يا أخي هم عندي مشكلة بأستقبل أبنائي مستقبلهم، إذا وين يروحون؟ الإيجار الدور اليوم بكم؟ الشقة بكم؟ إذا هي مناسبة. هم اللي دخلوا نفسهم في هذه المشكلة. اليوم أنت إذا اليوم منعت إيجارات في المناطق السكنية وخفضت نسبة البناء، حتما راح تنزل قيمة الأراضي. قيمة الأراضي اليوم ارتفاعها بسبب تجارة البعض في الإيجارات اللي موجودة، تحويل السكن الخاص تحويل السكن إلى سكن متعدد. السكن ما في فيلل بالكويت، ماكو شيء اسمه فيلا. الفيلا مفهوم الفيلا المعماري الدكتور كاو يمي، شخص واحد، أسرة واحدة يفترض، أو سنجل فاميلي يونت ريزيدنشال واحد، مو ملتي فاميلي. اليوم كل الكويت ملتي فاميلي، اختلطت الأمور، اختلطت. ما في بيت واحد، في بيت أنت ساكن أبو خالد فوقك شقة ولدك، هذا ساكن حاط له شقتين إيجار، وجود الخدم معاك هذه أسرة ثانية، هي يعتبر تو فاميليز، أسرتين في بيت واحد. صحيح. فهذه كلها مفاهيم تغيرت مع الوقت، ما كانت هذه. أنا أعتقد الأساس. تكلفة البناء الجاية واللي أنا أعتقد راح تستمر راح تفرض على يعني المجتمع إنه يقلل مساحة البنيان. صحيح. وأعتقد يعني شوف إحنا
يعني ابو حمد دائما انت تقولنا بالسابق احنا كان عندنا هويه بالسابق صح. بس هويتنا ترى ما طلعت لان احنا نبي شكل الطيني ولا شكل الكون، ترى جت من من ضوابط من ضغوطات حوالين الانسان انه وما عنده غير هذا المتاح، هذا خياراتك المتاحه هذه. فانت احنا الان اعتقد راح ندش في هذه المرحله قريبا ان يمكن البيوت ما تقدر تبني انت ثلاث طوابق وشقق كهرباء ترتفع. ليش؟ يعني انا قاعد الاحظ الان يعني اشخاص عشان ارتفاع اسعار البناء، اسعار البنيان يقول لي لا يبا على قرض التسليف بس لا تزيدني اكثر التصميم، عارف شلون؟ فصارت الان هالثقافه بدات تبدا يعني خصوصا المناطق الجديده يعني. والله احنا مشكلتنا يا ابو خالد ما نتعلم الا بالازمات. تجينا ازمه نسوي وراها قوانين وضوابط ولا غيرها ما تصير. اليوم احنا في عندنا فرصه، اليوم فرصه بالكويت، صار لنا سنه اليوم نتكلم عن موضوع العماره بطريقه غير رسميه. الناس كلها متضايقه من بيوتها، غيروا اثاثهم صالاتهم، هذا متضايقين، هذا واقع اليوم بالبلد. وقلت لك ما في بيت اليوم ساكن فيه اسره واحده، اسر قاعده في بيت واحد. لما تيك باكر الازمه تزيد مثل ما تفضل الدكتور، زادت اسعار البناء، الكهرباء زادت، انت حتميا راح قصبا عليك تسوي بيت على قدك بالقيمه. فالاحباط اللي تفضلت فيه بالبدايه مو موجود. الدوله قاعده توفر لك مبلغ، يمكن اذا ما وفرت لك تسهيلات انك تسوي حق اسرتك. ما قالت لك روح تاجر في ارضك. ما قالت لك تعال حط على راسك عيالك حق المستقبل. المستقبل الله حسيبهم. انا عارف العقارات مرتفعه، لكن هذا سبب ارتفاع العقارات وليس العكس. اكسر نسبه البناء، امنع السكن في السكن الاستثماري، خله نموذجي مثل ما كان. شوف الاراضي تصير، ما بقول انا ما اعرف، انا ما راح اقول اقتصاديات البلد، لكن راح تنزل الاراضي حتما. وبالمستقبل اي شيء طرح جديد من الاراضي راح تكون نص السعر اذا مو اقل من هالموضوع. كلام جميل. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حوارنا. بسم الله. الله. دكتور. هلا. ابو حمد طباخ محترف. مخشوش. بس ما يعلم. ايه. مواهب. اقول لك. هو معلمني شلون اضبط الريزوتو الاقوى من المطاعم الايطالية، ما بالغ والله ما بالغ. من سنين. بس طبعا يحب تنوع المشروم. تمام. اسمح لي ماكو وقت نقص. لا زين احلى. فنفلله كذي. احلى. ايه. احلى. ها؟ انا شلته عن النار. الله الله. لان هذه حمت وايد. بس ما في. شلون تعلمت ابو حمد؟ والله شوف كل ما اجرب مطعم يعجبني ما حصله بالكويت. كان وقت الريزوتو مو موجود بالكويت. فتعلمتها ان بسويها بالكويت باكلها. سويتها. حسبالي بامريكا. الحاجه ام الاختراع. اي بس انه يوصلك مرحله الريزوتو تسويه احلى من المطاعم مو شيء سهل ترى. ابو خالد هذا يسمونه النفس. والله مو شيء سهل. النفس المعماري. النفس المعماري. بس ابو خالد انت كنت تاذيني بالمطبخ. انا اذكره صدق. انا ما اذكر. انت ناسي. لان اللي يطفر ما يحس بنفسه. لا شلون تعلمت على الريزوتو؟ انا منك. الشباب اطردهم واحد واحد، انت وراي. زين ايش حطيت؟ ازعجتك. انا سويت روحي اساعدك. اجيب لك زيت زيتون. واشوف الخلطه كلها صارت عندك اليوم. العافيه. قول ما تبي تمد ايدك؟ انا بمد ايدي. بس بمد ايدي على كم شغله هناك انطرها تكون خالصه. وين؟ اوكي. انا اقول انت ناسي شغله هني. حط لك عثق واحد بس. زعتر. بس واحد. بس واحد. بس. وشيله بعدين ها؟ لانه يطعم وايد ترى. شوف ان هذا لازم تحط لك شويه. انا حمس عنك شويه عن اذنك. اي يا ليت والله. كنا رنقينه يبي لها طحين وخلصنا. يا سلام. ارد على النار ابو حمد؟
شوية أنا أشوف ينضى بسرعة البصل. أيوة أبو حمد، في علاقة بالأركيتكتشر هذا؟ طبعًا. شلون؟ طبعًا نفس نسب البروسيس. أنا دائمًا أقول حق شباب المعماريين اللي عندنا بالمكتب، أقول له البروسيس وايد مهم. لما ترسم أنت السكتش، وبعدين تدخل الكمبيوتر، بعدين الكمبيوتر يسوي المجسم، بعدين يطلع النتيجة، هي المتعة. هذا في وقت بعد. في وقت. وقت بعد قصير يعني أقل من دقائق يعني. يعني الطبخ نفسه يونس. وقت ولونه. بس اسأل بخالد هو صار الفنان اليوم، إحنا وين نطبخ؟ لا 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 وين؟ أنت أنا مرة نسيت قضبت هذا بيدي. والله لا يوريك اللي صار. بعدها تعلمت. في شغلة ناسينها. الهوت ووتر. هات. ها؟ إيه دكتور. في وور بعد ما تعرف يسوي بي حار خلاص ما لا 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 بس اول ريزوتو اول ها اول ريزوتو يبي يسوي مي حار اول ريزوتو مي حار بس مي حار ها لا هو بخليه يسوي مي حار خلاص على عطني تحدي اكثر من كذي مي حار وشوربة ماجي كاحي ايوه زيدها مي زيدها مي شوي ها عشان تذوب خلي الدكتور يلا لمستك رائعة الله بس لأن ما نزلنا البصل بعد ما تبي ننزل البصل الحين والله عشان نقول لك شو نسوي الحين هذا طبعا بوجودك الحين هذا لازم يشيل ريزوتو أسكت يشوق صراحة يشوق إيه بس الحين بنشيله وبنحط شيء ثاني من راح تستخدم مثل أشيله ولا أخليه على كتر لا تشيله أنا صرت بروفيشنال ترى يعني خلاص مع علمك هذه طريقتك لا لا يعني ها أنا بشيله تبي البصل والثوم لا أبشيله يلا نشيله نحطه مكان في كاهو صحين صغير بس خله يخف شوي خليه يشرب اللي فيه إنزين إنزين تصميم المطبخ إحنا دائما مطبخ الطبخ نقطة وراه صح حق ميري وحق الخدم وحق هذا ومطبخنا إذا سويناه بالصالة للزينة للمنظر صح مع أن الطبخ فرصة جميلة لالتفاف العائلة طبعا يصير هو القلب هو القلب هو القلب هو القلب والحين مو بالضرورة الصالة يعني 100% ثانيا الحين يعني مواد الشف مو نفس قبل ما في هالأمور الحين لا ما تخاف من ريحة خلاص تقدر توصل مرحلة زينة هو القلب ترى لكثير من المجتمعات دكتور يمكن بأمريكا الأمريكان عندهم المركز البيت هو المطبخ المطبخ يمرون يدرسون يسوون فواتير هم يدفون ضرائبهم أنت شوف كل المسلسلات الأمريكية مثلاً الاجتماعية المطبخ جزء أساسي من النقاش القعدة صح. على الريوق على العشاء على وحتى احنا الثلاجة. الصالة اكثر الحوش مع ان الحين تصدق صار يعني ممكن تسوي لك سكشن للشوي برضه. مكان لل بصابك يا حوش لا حق الطباخ تشايد أيوة. سوي لك ديرتي كتشن على جنب على جنب هذا كنا مولك ايوه زين الريزوتو نفسه وينه الحين بصل لا صح البصل على نفس الحس سلام عجيب هذه الحين مؤخر عنها تبخر لا يحوش دكتور حياك تبخر شويه كبه كلها يلا عشان الدموع توصل ليل خد اربع اربع شوي الكميه زايده عن حاجتي ولا تعودت على الثوم وين ابو خالد الثوم كاهو هني ايوه نزيد زيت عشان ما نحرق الزبدة نجهز حق المرحلة الثانية أبو خالد ما تحسب كالوريز ما كالوريز ها؟ لا والله بس ها ها بادي هالأيام أسوي نظام غذائي أنا بس بادي 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 إي والله أبو حميد ترى الشباب ناطرين إي لا لا ناطرين على نار مقداره بقلاص صغير نفس البان هذا عطني هاي تبي ماي؟ لازم نقتصد ها؟ لا ما احتاج ماي. براون شوجر الحين حطه. لا آخر شيء. كافي؟ إن شاء الله كافي. إن شاء الله كافي. بأمريكا كنت تطبخ؟
انا والله كنت اطبخ بس مو عيوش، صدق ما سويت عيوش، ما كنت اضبط العيش. تصدق هذا سهل صعب العيش. ايه يعني انا الريزوتو ضبطته، العيش ابدا يمكن مره بحياتي. صدق صدق مو سهل، عيش مو سهل. صعب دكتور ما اطبخ مبين كلش بس بيض الصبح. انزين البيض تدري هم فن ونفس وساعات، اذا تحطها قبل اوانها تضرب الزفره اي طبعا، او تزيد عليها النار. ما هي هذا علم على بيض معين اسمه الفرنش اومليت، ها اي اللي تنتفخ السره الكبرى. اوه اي هذه بعدين تالي فرنش ولا اليابانيه؟ فرنش لا يعني اليابانيه، اليابانيه هم كذي اللي تصير كبيره كذي. ايوه للبياض تخلطها. ايه هذا شو يسمونه؟ مال مال فندق بول. هذا فندق yeah. فندق في فرنسا على البحر، نسيت بودو او شيء كذي. الحرب العالميه الثانيه اللي اكتشفوه وصارت زين. كنا نبي نزيد صار بني العيش يعت يعني والله انقلق بهذا على ما تخلصون هذا ولا خلاص خلصه. ابي انقله على هالنار وبعدين اقوى. شو بتسوي؟ انت بتسوي الاغوه. ايه زين نحتاج قول انت 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 اختصاص الماي. يلا انا اختصاص الماي. الماي صعب بس شلون الحين خل ننزل. بتنزل كل شيء الحين؟ هذا البصل كبار شوي. ايوه هذا وياه ولا يلا وياه؟ لان انا بحط يلا ها بنحط العيش عشان لازم ينحمس ترى. لازم العيش ينحمس. ايه ينحمس وياه. ينحمس وياه. زين دكتور ايش رايك تساعدنا بشغله؟ قول. انا احتاجك تحول هذا المثلث من الجبن يلا الى ركام. اوه ركام. اوه وين عاد؟ كان المثلث هاي البارميزان. هلا حطه هيب لك. ايه تبشره بشهر. شيل اختصاص الماي عطنا اياه. طيب احنا ناخذ انا ابو خالد. شيل هذا تعرفها؟ عاد تعرف ايه. نشوف كنا هذول. فانت ايضا بالاضافه للتصميم عندك حسن اداره. توجيهات. حسن اداره توجيهات. اي نعم. وهو البروسيس ابو خالد. البروسيس شنو؟ شنو البروسيس بالعربي؟ بدنا ننسى اللغات. البروسيس اللي هو المراحل. المراحل 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 العمليه هي المهمه ترى. لان شوف ترى كل الطبخ عباره عن بروسيس. اذا فعليا تتعلم شغله من الطبخ وتربطها مع اختصاصاتنا والدكتور يسمع، هو شلون تاخذ الفكره من افكار رو خام الى ان تسويها شيء جميل صح 100%. ترى نفس الطريقه بالتفكير المعماري بالتاليف بالاغاني. اي طبعا حط الريزوتو. انا ودي هذول يصيرون شويه شويه. وبشار انت نعطيه شكر دائما تقول شويه. ابو حمد هي. انت دائما تقول ان المطبخ عشان يعبر عن الثقافه. بالضبط بالضبط. فتقدر تقول عن مثلا المطبخ الياباني شلون. اوه شو يعلمك؟ شوف الخبصه هذه. أيوة. هذا البروسيس يعلمك المطبخ الياباني للدقه والاتقان. يعني السوشي من الخلق ربعنا سواها هريس. أيوة. اما ويش يعني إيه هرسها خلطه كلها 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 ماكو وقت شظف العيش طبيعه. أيوة. الجو حتى الحمص ترى حمص بعد لفه يعني مو بس الاكل. أيوة. الكويت الخليج والعرب على عامه. أيوة. الياباني تعالي بيلفها ويسويها ما ادري شنو ويحط فوقها انت بالفاكهه الخلق بالفاكهه. أيوة. شوفهم شلون بس هدي يسوي لك تماثيل. يسوي لك تصميمات. ترى هذا جزء شيره اليابانيين ابو خالد جزء من ثقافتهم. روح في بحث. اللانش بوكس حق الاطفال اليابانيين الامهات شو يسوون كل يوم؟ يسوون له شكل يوم على ضفدع. طيب هل خسروا ثقافتهم المعماريه لصالح المدنيه؟ بالعكس. يعني اكيد في بناء عصري وحديث والله صح؟ الكل خسر. هذه يسمونها جلوبلايزيشن. هذه نتيجه العولمه. ايه؟ الكل صار فاقد الهويه. الكل يلبس جينز. الكل يلبس جينز. شوف لازم ملح الحين او فلفل اسود. والله يبي لنا شو اسمه ها مياهه بعد شوي عشان شويه كذي. ابو حمد ملح. زيد 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 ملح. كيفك ايش رايك؟ كيفك مو وايد ولا تو الناس بس طاطا ايش سوي؟ يلا زيادة زيادة. إيه تلفها ها؟ نبي زود زود بدع زود. أيوة
كله ابو خالد كله يشرب يشرب. انا ابي يشرب ترى احمس زياده. والمطبخ اللبناني اوه جميل. اسالني شلون ها شنو الثقافه مالته؟ احنا ما نعرف غالبا الا المطبخ اللبناني مال المطاعم، لكن الطبخ البيت عندهم طبخات بس مالتي كلتشرال ها يعني اي. وانت شوف المطاعم اللبنانيه منتشره بالعالم كله اي، وين ما تروح بالعالم هتلقى. الحين ياخذ وضعه ياخذ وضعه شويه، بس خلينا نحط لنا شويه من هذيل قفشه. خل البلسمك دكتور تقول مطبخ اللبناني المطبخ الخليجي، ترى شوف احنا الاكل عندنا في المنطقه مسكت مالك شغل بالعالم كله. اوروبيين ترى ما عندهم مثلنا اي صدق. لما تروح المانيا شنو اكلهم؟ المانيا بريطانيا شنو اكلهم؟ بس مو زين يعني هم يعبر على ثقافتهم ترى، يعبر عن العماره، يعبر عن عدم المنطقة عن منطقه تفرق. انت مهدي الحضارات لا زلت كل الحضارات دار مدارك والاكل يعبر عن الحضاره. يعني تروح انت لبنان الى اليمن يختلف، ايراني غير صح، التركي غير يختلف، المغربي شيء ثاني مختلف. مدرسه بالاكل، بالاكل اتكلم وطبعا الموسيقى تتبعها والفنون والعماره. يعني ترى منطقه غنيه ابو خالد، احنا مو شويه. اوروبا كلها ما فيها يمكن ايطاليا، بس ايطاليا وفرنسا توها حديثه ترى صار لها 200 سنه انتجوا المطبخ مالهم، سووا الكوزين مالهم معقول؟ طبعا بس كينج لويس والملوك الملكيه هم اللي ادخلوا الاكلات هذه اللي قاعد تشوفها انت اليوم، ولا ما عندهم شيء. في عندهم اجبان، عندهم لحوم ياكلون الناس، بس مو التعقيد اللي تشوفه هنا عندنا. البهارات، كميه البهارات، السكر، الامور هذه كلها عندك. اول ناس كنا نستخدم السكر، اللي ما شفنا كل واحد مريض سكر. بس شوف السكر مع جهد عادي، بس احنا الحين ما في حركه. هذه المشكله. ايش ايه بالضبط؟ الحين احنا مضطرين نستعجل شوي على يلا يلا طبختنا. يلا يلا دكتور خلص. انا ما ادري شنو قاعد اسوي، بس خلاص كافي 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 ها. بس خل خلص الماي هني بس راح نيبه شكل عشاكم عقب البرنامج. ليش؟ ها راح يكون مطول؟ اي ولا قصدك راح نشتري صعبه؟ ولا قصدك راح نشتري شيء ثاني ما يكفينا؟ حاس فيها غدر. لا يكفي يكفي. حاس فيها دكتور الماي بعد؟ ها؟ يبي لا عندي الماي. عندك؟ بس ودي ايوه يبي لها صورة ترى كذي ها؟ فوقك. ايه ايوه اعتقد هذا اخر رشة الأخيرة. ايه بس عطها وقتها ابو خالد. ها لا ابدي هذه انا اول شيء. يلا كريمه. اوكي الله الله هذه الايام الخوالي ابو الله. ها بدت الايام الخوالي. ربيع كاهو ربيع موناكو بينت مواري. ايوه يا حلو ذيك الايام. اي والله انت اللي بتطوق تعطيني الديره. ها ها شوف اذا زدت وايد يصير كنا ما له حال. لازم تكه صغيره، فانت اللون يبين معاك، اذا صار وايد ابيض وقف. بس كنا زين كذي. وزين زين. لان بالمطاعم عندنا بالكويت يسوونه ماكو زايد شويه. فارليز ما ادري ايش يسمونه، سيرلاك مال اول. لو تشيز بعد. كنا كافي. ابو خالد تذوق؟ اذوقني؟ اذوقني؟ الحين عاد اختصاصك دكتور. الركام اللي سويته هذا الشغل بعد يعني عندك شغلك ماي وهذا هذا اهم شيء. على تحفنا بها يلا. لا قال تو الكابتن قال لك وقف شوي يلا خليه ينشف شوي ابو خالد. بس ممتاز خلي يقل الماي مسير العاده. يلا دقيقه واحده واقول لك انشب هذا هني، ولما ننشب هذا هني تشيل هذا من المدر وتحطه هناك. ايه حق ال يلا يلا يعني. ها تفضل
على قولتهم تفضل دكتور شلون كله روح احنا نبي طلبتك يعرفون هذه التجربه تجربه شيقه ويعرفون انه كنافه مسويين مو عيش العماره الريزوتو عماره سلام يا عيني يا عيني يا عيني اقدر اصور يا عيني يا 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 الحين عاد حوسه حوس بس انا اقول حتى النار كنا صار سيره لك ترى ممكن نطفيها بس وينها؟ بس ممكن تطفي يلا على طول عشان يعطيك كله روح طمني خلاص احلى جبن دكتور يا احلى جبن الظهر الجبن هو اللي سوى الفرق يعني انتهت بنشب فوق الجبن فوق الجبن عاد هنا الاخراج الفني الاخير المفروض احنا لان نبي نستغل هذا الجبن الله الجميل انت ماخذها من ناحيه اقتصاديه اي تبي تستغل كل شيء زين هذا كله حقي والله اكرمتني ولا حق الناس والله انا قفشه واحده ترى الباجي تبرع حق الفريق زين ما تبي هاك اي ابي شوية كنا مولك وهذه وعثق من الزعتر كذي فوق زعتر وصور جميل وبالعافيه من الزعتر خلصنا بس الله كاو 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 ينافس ويضاهي احلى مطعم حلو جميل انا اشكركم جدا على هذه الزياره شكرا خالد هذه السوالف الجميله مشكورين ونختم حلقتنا هني وبعدين نتذوق سويا